احنا النهارده في مباني المعهد القومي للاورام الجديد 500 500، مباني المرحله الاولى بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل تبرعاتكم وبفضل كل صاحب دور في هذا الصرح الكبير، قيادات جامعه القاهره، العمال، المهندسين. المعهد القومي للاورام الجديد 500 500، احنا بنامل انه يكون اكبر صرح لعلاج الاورام في الشرق الاوسط، ليس من حيث الحجم فقط، ولكن من حيث جوده الخدمه التشخيصيه والخدمه العلاجيه. دي كلها جهود تخضع لاشراف جامعه القاهره، وايضا هذا الانجاز لن يكتمل لان ناقص التشطيبات وناقص الاجهزه الطبيه، ناقص المعامل، كل ده مش هيتم الا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل مساهماتكم. مستشفى 500 500، يا رب دايما متجمعين على الخير.